يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لدي ذنوب كثيرة وأكثر من الاستغفار، ولكني أرجع لهذه الذنوب مرة أخرى، فقيل إن هذا استغفار الكذابين، وأن الأحسن أن تتركه لأنه استغفار مع إصرار على الذنب، وهذا يعد استهزاء، فهل هذا الكلام صحيح؟ هل يقابلك الكلام هذا؟ هذا والعياذ بالله يقنط من رحمة الله، هذا يقنط من رحمة الله. لا، أكثر من الاستغفار وتب إلى الله، كل ما أذنبت تتوب، ولا تقول أنا عصيت من قبل ورجعت، لا، تب مرة ثانية وثالثة ومئة وألف. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، من يغفر الذنوب إلا الله. أخشى أن يكون هذا مثل الذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لفلان، قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. يتكلم الإنسان بجهل، لا يتكلم في هذه الأمور إلا أهل العلم. أما إنسان جاهل وعنده غيره وعنده دينه ما يتكلم بدون علم. نعم.